السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. اهتزت الجزائر منذ قليل على وقع الإعلان عن خبر صادم وفاجع لما بعد تعرض حافلة مليئة باللاعبين الجزائريين لحادث مرور خطير ومروع. وحسب وسائل إعلامية محلية فإن الحافلة كانت تنقل على متنها مجموعة من اللاعبين وطاقم تدريب، أين تعرضت في طريقها وبالضبط في مدينة تيارت لحادث مرور مروع بعد انقلابها، وتوفي حارس المرمى ومساعد المدرب، بينما أصيب بقية اللاعبين إصابات متفاوتة الخطورة، أين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. إنا لله وإنا إليه راجعون.